بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا السكشن سنبدأ إن شاء الله في شابتر 2. أول سكشن حنزلته هو سكشن 2.2. 2.2 بيتكلم عن النهايات وقوانين النهايات، اللي هو limit of a function and limit load، نهاية الدالة وقوانين النهايات. هنقسم السكشن إلى جزئين. هنبدأ في الجزء الأول، هنتعرف ايش المقصود بالنهاية وقوانين النهايات والحالات التي تكون فيها النهاية غير موجودة عند نقطة. نوضح ان هو موضوع النهاية بمثال. لو كان عندي الفانكشن f of x تساوي x تربيع ناقص 1 على x ناقص 1، هذه الدالة كسرية راشونال فانكشن، دومينها كل r ما عدا اصغر المقام اللي هي 1، فهي غير معرفة عن الواحد. كان هان بهمنا كيف تصرف الدالة بجوار الواحد. لو أخذنا الدالة حللنا البسط، حلل x ناقص 1 في x زائد 1 على x ناقص 1 في اختصارات، فبتصير x زائد 1، فـf of x دالة خطية لكن دومينها r ما عدا الواحد. لو رسمناها هي رسمتها، فهذه رسمة دالة f of x، تلاحظوا عند الواحد غير معرفة، لكن كل ما نقترب من الواحد سواء من اليمين أو اليسار أي نقترب من الواحد، فمنحنى الدالة اقترب من الاثنين. فتلاحظوا ان الدالة عند الواحد غير معرفة لكن لها نهاية، ونهايتها عند من x تقترب من الواحد سواء من اليمين او من اليسار هو الاثنين. فعندنا المقصود بنكتب بهذا الموضوع النهاية بهذه الصورة: limit f of x من x approaches x0 equal l. هذا معناه مقصود في انه الدالة f of x تصرفها كلما x اقتربت من x نوت نقطة معينة قيم f of x تقترب من ال، فكل ما اقتربنا بزيادة عن x نوت ف f of x قيم تقترب من ال. هنا من هو الليم، هذا اختصار كلمة limit نهاية، وهنا النقطة x نوت هي النقطة اللي بنحسب النهاية في جوارها عندما تقترب x من x نوت، وال هو قيمة النهاية للدالة. لو أخذنا نفس المثال السابق لقد في عندي عدة حالات. الأولى هي اللي بدأنا فيها f of x تساوي x تربيع ناقص 1 على x ناقص 1، زي ما شفنا عند الواحد الدالة غير معرفة لكن إلها نهاية وتساوي 2. لاحظوا إنه الدالة ممكن تكون إلها نهاية عند نقطة لا تقع في دومينها، الواحد لا يقع في دومين الدالة لأنه دالة كسرية دومينها كل r مع أصغر المقام لكن إلها نهاية. الحالة الثانية لو أنا عندي الواحد يقع في دومين الدالة لكن قيمة الدالة عند الواحد تساوي 1 اللي هي هان، والنهاية عند الواحد موجودة وقيمتها 2، فتلاحظوا إنه الدالة معرفة عند الواحد وإلها نهاية عند الواحد لكن قيمة النهاية تساوي 2 وقيمة الدالة عند الواحد تساوي 1، فقيمة الدالة لا تساوي قيمة النهاية. وتلاحظوا في الحالة الأولى والثانية إنه أنا عندي الواحد هنا في هول، يعني في ثقب، هنا في ثقب، أنا أقول إنه عدم اتصال، هناخده في السكشن القادمة. في عندنا الحالة الثالثة والدالة الخطية، هذه هي دومينها كل R وهي معرفة عند الواحد قيمتها 2 والنهاية عند الواحد تساوي 2، فتلاحظ في الحالة هذه الثالثة الدالة معرفة عند الواحد وقيمتها عند الواحد هي نفس قيمة النهاية، وتلاحظوا هنا في الشيء هول في الشيء ثقب زي الأول في اتصال عندي. وهذا حندرسه بالتفصيل في موضوع الاتصال. نبدأ في عندنا بعض الدوال اللي هو الخاصة، اللي هو أول حاجة الايديت فانكشن اللي هو صورة أي عنصر هو نفسه f of x تساوي x، فهذه نهايتها عند أي من x أو لأي نقطة x نوت هي قيمة الدالة. فليمت f of x من x أو x نوت هو نفس النقطة اللي نحسب عند نهاية x نوت. فمثلا limit of x من x تؤول إلى 5 يساوي 5، limit x من x تؤول إلى سالب 3 يساوي سالب 3. النوع الثاني من الدوال هو الدوال الثابتة f of x يساوي k، limit f of x من x تؤول إلى x نوت يساوي limit k من x تؤول إلى x نوت يساوي k يساوي الثابت. فlimit 3 من x تؤول إلى x نوت يساوي 3، limit 10 من x تؤول إلى 4 يساوي 10، فدائما الثابت للنهاية بتضل زي ما هي ما تتغيرش. هنأخذ كمثال اللي هو دالة اسمها اليونت ستيب. فعندنا الفانكشن هي اليونت ستيب فانكشن يو اوف اكس معرفة بهذه الصورة، دومينها كل ار،
هي بيس وايز مفهومة جزئين دوبين، لما الإكس أقل من صفر قيمة صفر، أيوه على الثانية أقل من صفر، لما الإكس أكبر من يساوي واحد قيمة واحد، هذا واحد، لاحظوا عند الصفر الدالة لها تعريف على اليمين غير الشمال، لو أنا اقتربنا من الصفر من اليمين حتكون قيمة النهاية تساوي واحد، لو اقتربنا من اليسار حتكون صفر. فالدالة عند الصفر معرفة وقيمتها تساوي واحد، لكن النهاية غير موجودة لأنه أنا عندي من اليمين قيمة النهاية غير من اليسار. لو أخذنا الحالة الثانية، أخذنا جوف إكس تساوي واحد على إكس، وإكس لا تساوي زيرو، وجوف إكس تساوي صفر من إكس تساوي صفر، أنا معرف عند الصفر. الدالة معرفة عند الصفر بصفر، لكن أنا كل ما أقترب من الصفر هاي من اليمين منحنى الدالة بيرتفع إلى ما لا نهاية، ومن اليسار إلى سالب ما لا نهاية. فطلعت النهاية هنا غير موجودة، لأنه كل ما نقترب من النقطة اللي بدنا نحسب عند النهاية الصفر في هذه الحالة، قيمة الدالة تؤول إلى ما لا نهاية أو سالب ما لا نهاية. فهذه هي الحالة الثانية. إذا في الحالة الأولى النهاية مش موجودة عند الصفر، لأنه قيمة النهاية من اليمين غيرها من اليسار، لأنه الدالة إلى تعريف من اليمين غير اليسار، فمن اليمين واحد نهاية ومن اليسار صفر، فالنهاية موجودة من اليمين وموجودة من اليسار لكن القيمتين مختلفتين. النهاية غير موجودة. هذا المثال إنه كل ما اقترب من النقطة اللي بدي أحسب عند النهاية في هذه الحالة صفر، فالدالة من حالة بقول إلى ما لا نهاية أو سالب ما لا نهاية. الحالة الثالثة لو نشوف هذه الدالة أقل من تساوي صفر، لما إكس أقل من تساوي صفر، هي الدالة من صفر صفر، لكن على اليمين ساين واحد على إكس. لاحظوا لما اقترب من اليمين النهاية غير موجودة، لأنه الدالة مترددة بسرعة، كل دالة بتاخد قيمة ما بين سالب واحد وواحد، كل قيمة بتاخد في الفترة من سالب واحد لواحد، فغير موجودة النهاية. من النهاية من اليسار موجودة النهاية قيمتها صفر، فبالتالي بسرعة من اتجاهين من اليمين أو اليسار النهايتين غير متساويتين، لأنه من اليمين غير موجودة، فهذه الحالة بتكون النهاية غير موجودة. فإذا هنا درسنا في ثلاث حالات تكون النهاية مش موجودة على النقطة. إذا كانت النهاية تصرف الدالة من اليمين يختلف عن الشمال، موجودة من اليمين مثلا في الحالة دي واحد، ومن اليسار صفر، فالنهايتين غير موجودتين. بعض الحالة الثانية إن تكون كل ما تقرب منها تؤول إلى ما لا نهاية أو إلى سالب ما لا نهاية. الحالة الثالثة بتكون مترددة بسرعة، فبتاخد قيم من سالب واحد لواحد في هذه الحالة. قوانين النهايات مش جديد، مرت عليكم قبل هيك في المرحلة الثانوية، إنه أنا لو عندي دلتين اف اوف اكس وجي اوف اكس، وأنا بدأ نهاية اف اوف اكس من اكس تقول لسي، العدد الحقيقي سي يساوي ال، ولما جي اوف اكس من اكس تقول لسي لنفس النهاية، من النهاية يعني نقطة نقطة النهاية يساوي ام. فأول حاجة ليمت مجموع دلتين من اكس تقول لسي تساوي ليمت الأولى زائد ليمت الثانية يساوي ال زائد ام، ليمت الفرق يساوي ال ناقص ام، ليمت حاصل ضرب ثابت يساوي ضرب ثابت نفسه، ليمت حاصل ضرب دلتين يساوي ليمت الاولى في ليمت الثانيه، ليمت القسمه يساوي ليمت في البسط هي ال على ام في هذه الحاله، بس بشرط انه في المقام النهايه لا تساوي زيرو. هنا تلاحظوا انا بوزع النهايه، احنا وزعناها على الجمع، اخذنا ليمت الاولى زائد ليمت الثانيه، انا ليمت الاولى ناقص ليمت الثانيه، الثابت طلعنا برا الثابت في ليمت الداله، ليمت الاولى في ضرب ليمت الثانيه في القسمه، ليمت في البسط تقسيم ليمت في المقام، لكن في حاله بسات انه في المقام ليمت لا تساوي زيرو. طب ليمت الداله مرفوع قوه ان يساوي ليمت الداله نفسها اس ان، ليمت الجذر النوني هيساوي جذر النوني ل ال، بس انا ننتبه انه اذا كانت عند ال هنا بالسالب فهذا لازم يكون مش زوجي، يعني لو كانت ان ايفن اللي هو الجذر زوجة زي جذر التربيع جذر الرابع، لازم تكون النهاية هنا عشان تكون معرفة أكبر من صفر. إكزامبل خمسة وتطبيق على القواعد السابقة، أخذنا ليمت إكس تكعيب زائد أربعة إكس تربيع ناقص ثلاثة من إكس تؤول للسي يساوي ليمت إكس تكعيب من إكس تؤول للسي زائد أربعة في ليمت إكس تربيع من إكس تؤول للسي ناقص ليمت ثلاثة من إكس تؤول للسي ويساوي سي تكعيب زائد أربعة سي تربيع ناقص ثلاثة. هذا عندي دالة كسرية، ليمت اكس اس 4 زائد اكس تربيع ناقص 1 على اكس تربيع زائد 5 من اكس تؤول للسي. فطلعت اول حاجه انتبه لانه في المقام لما اكس تؤول للسي هم سي تربيع زائد 5 وهذا بيساوي 0، ف
فبالتالي ممكن أوزع النهاية على البسط وعلى المقام، سلمة البسط ناقص سلمة المقام، وهتطلع بنفس القواعد، نفس يوس أربعة زائد سي تربيع ناقص واحد على سي تربيع زائد خمسة. الليمت الجذر التربيع لأربعة إكس تربيع ناقص ثلاثة من إكس تقول سالب اتنين. انتبه إنه أنا من دخل بصير عندي ليمت الجذر للليمت، وهنا إنه قدرت أدخل ليمت لأنه قيمة ليمت تحت الجذر هنا يساوي 13 أكبر من صفر، لكن لو كان بالسالب ما بنفع ندخل ليمت لأن الجذر تربيع. وفي عندنا بصورة عامة نظريتين من هو في هم هذا جزء من السكشن، انه في حالة البولينوميال كثيرات الحدود لو كانت بيوف اكس بولينوم من درجة ان اي ان في اكس اس ان زائد اي ان ناقص واحد اكس اس ان ناقص واحد زائد زائد اي نوت، فلمت بيوف اكس لما اكس تقول سي هو بيجي انه انا اعوض عن قيمة اللي هو اذا الاكس بنعوض بالنهاية النقطة اللي بناخذ عند النهاية بي اوف سي مباشرة. نفس الشيء في الراشنال فانكشن بنعوض بالباص، لكن بشرط انه في المقام بنعوض فيها لا تعطينا صفر. طبعا هذا اللي هو من اهم القوانين النظريات في هذا السكشن. في الجزء الثاني ان شاء الله من هذا السكشن حنستكمل اللي هو بعض النظريات اللي بتساعدنا في حل وايجاد النهايات. فان شاء الله اتمنى لكم الصحه والعافيه، وان شاء الله سنستكمل هذا السكشن في الفيديو القادم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.